أبشر يا صاحب الكبائر. صاحب الكبائر؟ نعم يا صاحب الكبائر. قد يقول أحدنا: عندي من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله، فعلت جميع المعاصي وفعلت جميع السيئات وأخشى من الله. فأنا أقول لك: أبشر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتمنين أقوام لو أكثر من السيئات. يا شيخ متأكد من لفظة السيئات؟ نعم متأكد من لفظة السيئات. لو أكثر من السيئات. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، الذين قال الله عنهم في كتابه: ومن آمن إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فكلما كانت سيئاتك أعظم وتبت إلى الله سبحانه وتعالى، كان تبديل السيئات إلى الحسنات أكثر. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إني لأعلم آخر رجل من أهل الجنة دخولا إلى الجنة، وأعلم آخر رجل من أهل النار خروجا من النار. هو نفس الرجل يؤتى به يوم القيامة فتعرض عليه صغار سيئاته ويستر عنه الكبائر، ويقال له: فعلت ذنب كذا وكذا كذا وكذا. وهو مشفق، لا ينكر، مقر بذنوبه، ولكنه مشفق من أن تعرض الكبائر. فيقول الله سبحانه وتعالى: فإنا قد أبدلنا السيئات حسنات. فيقول هذا الرجل: إن عندي كبائر لا أعلم أين هي، لم أجدها الآن. يعني يبحث عن الكبائر حتى تبدل السيئات بالحسنات. فقال الراوي: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. بل قد روى البزار بسند الحسن الألباني رحمه الله في السيرة الصحيحة أن رجلا عجوزا قد سقط حاجبه على عينيه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد فعلت من الذنوب كذا وكذا، ولم يبقى ذنب إلا وقد فعلته، أي توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فتوقف عن فعل السيئات وافعل الحسنات يجعلهن الله كلهن حسنات. فقال هذا الرجل: وفجري، لقد فجرت كثيرا ومعاصي وكبائري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. فانصرف الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكبر ويقول: الله أكبر الله أكبر. إن أذنبت فتب وأبشر، إن أسأت فاستغفر، وإياك أن تيأس من رحمة الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.